هذايا مثلها كنت احملها في يوم من الايام باش يلا وقع المغرب اتفاقيه التطبيع، درنا وقفه في المدينه وهاد مثل هذايا وما زلت احتفظ بها. تحموا عليا الزياد من 30 ديال البوليس باش ينزعوا لي غاية، وكنا كل عصا وطيحوني تحت الطوبيس باش ينزعوا غاية في الملاعب. كيصيفطوا الامن بلاصه ما ينظم الامن، كيمنعوا غايات انها تدخل الملاعب، كيمنعوا الالتراس. هذا الشيء غيسجلوا التاريخ عليكم. النظام المغربي، المسؤولين المغاربه، هاد بعض الاكاديميين اللي كيطبعوا، ردوا البال ردوا البال ردوا البال ردوا البال. سوف يلفظونكم المغاربه، سوف يطردونكم الشنطردة، سوف يتبعونكم بالعار، سوف يتبعكم العار في بيوتكم وفي أعمالكم في مواقعكم، لأنكم طبعتم على الكيان الصهيوني اللي يدو عمى بالدماء ديال الفلسطينيين. عودوا إلى رشدكم قبل فوات الأوان. قريب جدا جدا العالم حاليا بدا كيفهم بأن هاد النبتة الصهيونية هي نبتة خبيثة، هي نبتة خبيثة في الأرض، تغلغلت وسط الأنظمة العربية، تغلغلت في بعض مراكز القرار، ولكنها لم تصل إلى الشعوب، ما زالت الشعوب تلفظ الكيان الصهيوني لفظا. ديروا استفتاء المغاربة ونشوفوا واش الناس مع التطوير ولا مش مع التطوير.